جميعا بكل خير ومحبة وسرور. أحييكم ملي تحية صباحية من أرضية هذا الميدان في انطلاقة شوطنا السابع في مجموع الأشواط وشوطنا السابع الخاص هنا بالثنايا القعدان هنا المحليات الأصايل أرضية هذا الميدان بانطلاقة أبناء القبائل في هذا الصباح المميز الجميل الذي نتابعه هنا بتحديات جميلة. نسير معكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى صدارة هذا الشوط وإلى المقدمة وإلى ماذا يدور هنا أيضا من تحدي ومن إثارة. نتابع الصدارة والمقدمة عناد لأحمد بن خميس بن سالم الشامسي من يأتينا على المركز الأول والصدارة، بينما المركز الثاني والمنطلق من الجانب الآخر يأتي مروح لمصبح بن سيف بن كاسب لمسافري من يقدم هنا أيضا بمصبح بهذا الانطلاق والأداء الجميل، بينما المركز الثالث يأتينا العافور عيسى بن مبارك بن عيسى بن سعيد المنصوري منطلق على المركز الثالث، وعلى المركز الرابع مياس عبد الله بن خليفة بن كاسب المسافري من يأتينا هنا بهذا الانطلاق والأداء الجميل والوصول من هنا وذنان لسلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان منطلقا بوذنان بهذا الانطلاق والأداء المميز الجميل. وسادس المراكز المنطلق الرمح عيسى بن خلفان بشاوي الغفلي من يأتي بالرمح بهذا الانطلاق وهذا الأداء المميز. نتابع مشاهدينا الكرام هنا المركز الثامن، المركز الثامن نتابع هنا شاهين العبد الله بن سالم بن حزيم الفلاسي الشاعر المنطلق هنا بهذا الانطلاق والأداء المميز، بينما الوصول من وبران هنا سالم بن سعيد بن خويدم الزرعي وعاشر المراكز من الجانب الآخر زعفران لمنصور بن علي بن خصم لقتبي من يأتينا هنا بهذا الانطلاق والأداء الجميل والتحديات المتميزة. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. مقدمة الشوط والمركز الأول عناد لأحمد بن خميس بن سالم بن خميس الشامسي منطلقا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط بهذا الانطلاق والأداء الجميل، بينما المركز الثاني هنا القادم على ثاني المراكز في هذه اللحظات هناك بانطلاقة وتحديات مروح لمصبح بن سيف بن كاسب لمسافري من يأتينا على المركز الثاني وثالث المراكز، المركز الثالث والمنطلق مشاهدينا الكرام بهذه الانطلاقة مياس هناك بهذا التحدي الجميل من يأتينا على المركز الثالث لعبد الله بن خليفة بن كاسب المسافري منطلقا هنا على المركز الثالث والمركز الرابع، المركز الرابع وذنان هنا سلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان من يقدم بهذه الانطلاقة ويتسلل بدوره هنا إلى ثالث المراكز، المركز الرابع يتراجع مياس عبد الله بن خليفة بن كاسب المسافري والرمح عيسى بن خلفان بالشاوي الغفلي يأتينا خامسا، وعلى المركز السادس المركز السادس يأتي العافور عيسى بن مبارك بن عيسى بن سعيد المنصوري هنا متواجدا بهذه الانطلاق والأداء مع العافور على المركز السادس
السادس بينما المركز السابع، المركز السابع ياتينا معزز لاحمد بن شاهين مخلفان المزروعي من ينطلق هنا بمعزز بهذا الانطلاق وبهذا الاداء الجميل ملهم من الجانب الاخر، ملهم لسالم بن السهيل بن صالح العامري من يقدم هذه الانطلاقة وبهذا التحدي القدوم من شاهين عبد الله بن سالم بن حزيم الفلاسي. شعرنا ياتينا على تاسع المراكز والمركز العاشر والمنطلق هذا الانطلاق والاداء هنا الزعيم المتسلل احمد بن سيف بن سالم النيادي. هذه هي النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز العشرة الاولى وثاني ندى لمراكزنا العشرة الاولى المنطلقة بالتحديات وبالاثارة. هنا نعود الى صدارة هذا الشوط والى المركز الاول والمنطلق بالصدارة والمنطلق بالمقدمة هنا من بداية المسيرة هنا وياتينا على المقدمة عناد عناد لاحمد بن خميس بن سالم بن خميس الشامسي متواجد على الصدارة وعلى المركز الاول هنا مع منتصف المسافة هنا والثلاثة كيلومترات في 6 دقائق 28 ثانية. نتابع المركز الثاني ياتي مروح مصبح بالسيف الكاسب المسافري من ينطلق هذا الانطلاق والاداء على المركز الثاني وثالث مراكزنا. وذنان هنا ياتي بشعار صعب هنا يتواجد بهذه الانطلاقه وذنان لسلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان من يتواجد على المركز الثالث والمركز الرابع مياس عبد الله بن خليفه بكاسب المسافري يقدم هنا رابعا وخامس المراكز الرمح القادم انطلاقتي وتحديات هنا ايضا واداء عيسى بن خلفان بشاوي لغفلي من يقدمه سادس مراكزنا ملهم القادم سالم بن السهيل بن صالح العامري من يقدم لنا ملهم هنا بهذه الانطلاق والاداء الجميل على المركز السادس المركز السابع هنا نعم ياتينا الزعيم بهذه اللحظات. ها هو تشاهدونا على في الكادر السفلي من قناة دبي ريسينج هنا الزعيم أحمد بن سيف بن سالم النيادي هو في المركز السابع. أما ثامن المراكز يصل معزز يصل معزز بهذا الانطلاق والأداء هنا والقادمات هذه اللحظات هنا ولكن المتسلل وبران لسالم بن سعيد بن خويدم الزرعي من يقدم هذه الانطلاقة هنا وتحدياته القادم القادم معزز أحمد بن شاهين مخلفان المزروعي وعاشرا شاهين العبد الله بن سالم بن حزيم الفلاسي من ياتي على المركز هنا العاشر. هذه هي النتيجة النتيجة. نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول إلى صدارة هذا الشوط وانطلاقاته وتحديات عناد لا زال مسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. عناد عناد المنطلق على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول هنا بهذا الانطلاق الجميل وتحدياته هنا عناد أحمد بن خميس بن سالم بن خميس الشامسي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة بينما المركز الثاني مروح مروح من يأتي على المركز الثاني مصبح بالسيف بكاسب المسافر ياتينا على ثاني المراكز والمركز الثالث المركز الثالث والقادم هنا في هذه اللحظات والمتسلل هنا ملهم سالم بن السهيل بن صالح العامري واذنان من الجانب الآخر هنا سلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان من يقدمه في هذه اللحظات على المركز الرابع. المركز الخامس الزعيم قادم يتسلل من مركز إلى مركز أحمد بن سيف بن سالم النيادي مع 2 كيلومترات هنا والخط المستقيم إلى المنصة الرئيسية هنا بهذا الانطلاق والأداء هنا كياتي معزز أحمد بن شاهين بن خلفان المزروع شعار الصقار ومياس العبد الله بن خليفة بتاسف
المسافري قادم هنا سابعا، والمركز الثامن، المركز الثامن شاهين، ياتي ثامنا عبد الله بن سالم الحزيم الفلاسي، والمركز التاسع الرمح، الرمح هنا عيسى بن خلفان بشاوي الغفلي من يقدم الرمح الانطلاقي والاداء الجميل. الله، نعود هنا، نعود مع التحدي، نعود مع الثور وصدورة هذا الشوط. عناد لازال معاندا على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول. عناد، عناد أحمد بن قميص بن سالم بن قميص الشامسي المسيطر على الصدارة، على المقدمة والمركز الأول. عربي الزحف من المراكز المتأخرة، ملهم، ملهم القادم، ملهم قادم بهذا الانطلاق والأداء. سالم بن السهيل بن صالح العامري يقدم ملهم على المركز الثاني والمركز الثالث، المركز الثالث والقادم هنا. اتينا الزعيم احمد بسيب سالم النيادي من يقدم الزعيم هنا، وصل معزز، معزز، معزز احمد بشاهين مقلفان المزروعي، وشاهين هنا مع الشاعر عبد الله بن سالم بن حزيم الفلاسي، ومياس، مياس، مياس سادسا هنا، عبد الله بن خليفه بن جاسم المسافري من ياتي هنا بهذه الطلقات والتحديات الجميله. هنا غادرنا الكيلومتر الاخير، غادرنا طلقات والتحديات هذا الشوط. والقادم هنا وذنان سلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان، وياتي الرمح عيسى بن قلفان بالشاوي الغفلي، ولكن هنا عناد على الصدارة، عناد على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. عناد من بداية الانطلاقة وهو على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول. عناد، عناد أحمد بن قميص بن سالم بن قميص الشوبس، ولكن شاهين، شاهين، شاهين قادم بكل قوة. أهل العويرة قادمين، بدأ يتسللون إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول، مع أبو سالم هنا، مع شاعرنا عبد الله بن سالم بن حزيم المنطلق بهذا الانطلاق والأداء. سلام للعوير، سلام على أدائه هنا وانطلاقة شاهين بالفوز وبالناموس. تهانينا للشاعر عبد الله بن سالم بن حزيم الفلاسي على هذا الاداء الجميل لشاهين، ولحظه وصوله الى خط النهايه معلن الفوز ومعلن الناموس. تهانينا المركز الثاني معزز لاحمد بن شاهين بن خلفان المزروعي، وعناد لاحمد بن قميص بن سالم بن قميص الشامسي، وياتي زعيم احمد بن سيب سالم النيادي مياس عبد الله بن خليفه بن جاسم المسافري من حل على المركز الخامس. هذه هي النتيجة لمراكزنا الخمسة الأولى. نهى على حضراتكم، نعود مع التوقيت الزمني، نعود مع التوقيت الزمني ولحظة الوصول هنا للشاهين من أعلن الفوز، أعلن الناموس. أدى السلام لأهالي العويري في هذا الصباح المميز ب 12 دقيقة 55 ثانية، جزء واحد من الثانية. تهانينا لشاعرنا عبد الله بن سالم بن حزيم الفلاسي. بينما المركز الثاني وصل معزز على المركز الثاني قاطع المسافة في 12 دقيقة، هنا أيضا 58 ثانية، سبعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لأحمد بن شاهين بن قلفان المزروعي، وعناد من حل على المركز الثالث لأحمد بن قميص بن سالم بن قميص الشامسي قاطعا المسافة في 12 دقيقة 59 ثانية، خمسا من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس، تهانينا للجميع.